نحو مزيد من التصعيد. تتجه العلاقة بين الإدارة الذاتية الكردية ونظام دمشق منذ أسابيع، تصعيد ربما يطوي صفحة مفاوضات طويلة بين الطرفين لحسم ملف السيطرة العسكرية في الشمال الشرقي لسوريا. آخر محطات هذا التصعيد حصار قوى الأمن الداخلي الكردية لقوات النظام في القامشلي والحسكة عموما، فيما فرضت الأخيرة حصارا على بلدات عدة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي. وغالبا ما يرجع الأكراد التوتر الذي يشوب علاقتهم مع النظام إلى سياساته الإقصائية، كما أعلنت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية. تزمت النظام بهذه السياسات الاستبدادية يؤدي إلى عقم في الأزمة السورية، أو عقم في التوجه نحو الحل أو إيجاد حل مناسب. وفي المقابل تتحدث وسائل إعلام النظام ومقربون منه عن محاولة بعض القوى السياسية الكردية استغلال السياسة الأمريكية الجديدة المحتملة بشأن الوضع في شمال سوريا بعد وصول جو بايدن للرئاسة، وتقول إن هذه القوى تعول على دعم أمريكي أكبر للأكراد. وعلى أي حال، يتطلب تحسين العلاقة بين الإدارة الذاتية والنظام حسم ملفات عدة، أبرزها السيطرة العسكرية والأمنية في شمال شرق سوريا، وطريقة إدارة المنطقة، والعلاقة مع النظام وتركيا.